سلام، التحقت بينا دوكا. وش حوالك؟ لاباس؟ نستناو بركي يطلع العدد تاع لي فيو ونبداو ان شاء الله. نبداو نقلعو كيما مداري بخمسة. داكوغ؟ راكم نسول. سلام لي دخلت دوكا في اللايف. اليوم ان شاء الله حنديرو لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني. بعدا خصنا درس واحد تاع لي برونون، تاع لي برونون بيرسونيل، هادوك تاع الضمائر. نكونو كملنا تاع جام ليكول وندخلو في محور جديد تاع لا فامي ان شاء الله. غدوة ان شاء الله اذا كانت لا كونيكسيون مليحه ان شاء الله نديرو مراجعه، نعاودو تاع الفرنسيه، نعاودوها كامل، الفصل الاول والفصل حتى يعني لي دو شابيتر اللي قراوهم. يلا يلا البنات، بارطاجيو بارطاجيو في الميسنجر باش يطلع العدد. بارطاجيو تعيشوا. بارطاجيو. هيا يلا يلا بارطاجيو البنات، بارطاجيو. معليش نبداو بزوج بعد الاخرين يعاودوا يشوفوه. اذا واش قلنا؟ قلنا باللي في الحصه تاع اليوم، تبعي معايا ليديا ياك، راني جبت معايا بنتي باش دير معاكم الدرس كيف كيف، وهكايا منها تشوفوا كيفاش انا نتعامل مع بنتي. لي زارتيكل ديفيني اي ارتيكل انديفيني. واش معناتها لي زارتيكل؟ لي زارتيكل معناتها ادوات، ديفيني هي التعريف. يعني لي زارتيكل ديفيني هي ادوات التعريف، كما نقولوا حنايا ال ولا لام التعريف، كما نقولوا المدرسه، الكتاب، القلم، هذيك الف واللام هي اداه التعريف. مفهوم؟ واش عندنا؟ قلنا اولا لي زارتيكل ديفيني ادوات التعريف هي لو، لا، لي، الابوستروف. إذن أدوات التعريف لو، لا، لي، الابوستروف. عبديها الابوستروف، تجي فيها الفاصلة من فوق هكذا خط الابوستروف. عبديها الابوستروف. ابوستروف. برافو. هادوما أدوات التعريف. Ils s'emploient devant un nom désignant un être ou une chose qui sont présentées comme connues. Où je m'en ai-t-il? Ils s'emploient devant un nom. M'en-t-il? Hadouma les articles définis. Mouvouin, c'est bohom, c'est bohom. Daimen, ikouno, qbel, l'ism, le nom. D'accord? Ou hadak l'ism, ou j'ikoun, hadak l'ism, ikoun, mou'arraf. يكون معرف معروف، ماشي مثلا مثلا نقولوا ستيلو، ستيلو ما نقولوش لو ستيلو، نقولوا ان ستيلو. بصح لو كان نقولوا ستيلو فيغ نقولوا لو ستيلو فيغ، يعني معروف بالضبط هذاك ستيلو. السيالة الخضراء اللي نهضر عليها، مانيش نهضر سيالة على السيالة بصفة عامة. كي تكون بصفة عامة بصفة عامة نقولو ان ستيلو، بصح غير يزيدولها يوصفوها ويديطاييو فيها نستعملو لي زارتيكل ديفيني اللي هي لو. مفهوم لينيا؟ وي. فوالا، دونك واش قلنا؟ قلنا il s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose. يوصف لنا انسان، être هو انسان ولا une chose هو شيء. qui sont prêts qui sont présentés comme connus. يعني يكون الاسم معرف، اسم اسم معرف. هاي لك القاعده لو
زائد اسم لازم يكون معرف، لا اسم معرف، لي اسم معرف، والابوستروف معرف. الان واش نروح نشوفو؟ نروح نشوفو مقتاش نستعملو لو، مقتاش نستعملو لا، مقتاش نستعملو لي، مقتاش نستعملو ان ابوستروف. سلام سلام تيتو، سلام. لهنايا لو لارتيكل ديفيني لو مقتاش نستعملوه، نستعملوه في الماسكولين سينغولييه، معناتها مفرد مذكر. مذكر غارسون. مثلا نقولوا لو كاميون، لو كاميون، لو كايي، لو كايي، لو كاميون. كاميون كيما حنا نقولوا كاميون، بصح ما ديروش الترجمه، الترجمه حتديكم 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 خلاف. كما عطيت لكم اكزامبل سياله، سياله لو ستيلو هي سياله، سياله في العربيه راهي مؤنث مفرد مؤنث، بصح في الفرنسيه راهو مفرد مذكر، بالتالي ما نصحكمش ديروا الترجمه. قلنا لو كاميون، كاميون هو مفرد، كاميون هو مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر؟ غارسون. ما نقولوش غارسون، نقولو ماسكولان، ماسكولان، ماسكولان. كاين شوفي مذكر ماسكولان وكاين مؤنث نقولو فيمينان. فوالا يكون مذكر واش نقولو؟ ماسكولان. برافو ماسكولان. وكي يكون عندنا مؤنث في فيمي، 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 فيمينا. برافو فيمينا. فوالا دونك قلنا لو قدام قبل يجي افون لو نام ماسكولان، قبل اسم المذكر، اسم مفرد مذكر. الان لا، لا افون لو نام فيمينا سينغولييه، كي تكون عندنا مفرد، مفرد مقتاش نقولوا لا، مفرد مؤنث. مؤنث احسنتي، مفرد مؤنث. انا عطيتك، عطيتك مثال هنايا لا غوب، زدنا لها لا غوب، غوب هي تنوره، غوب هي فيمينا، صافي كنزيدو لها لارتيكل ديفيني لا. برافو. بورت، بورت هي فيمينا، صافي كنزيدو لها لارتيكل ديفيني لا. برافو. الان نروحو ال ابوستروف، مقداش نستعملو ال ابوستروف؟ ال ابوستروف مقداش نستعملوها؟ كي يكون الاسم اللي موراه يبدا اش، اش موي، الاش الساكنه اللي ما ننطقوهاش، باغ اكزومبل ام، اوبيتال ما ننطقوهاش، تكتبوها بصح ما ننطقوهاش، عيطوا لها اش مويل، اش الساكنه. وعندنا لي فوايل، داكور، كي يكون عندنا وحده من لي فوايل، شنو هما لي فوايل؟ لي فوايل هما شحال عندنا من فوايل؟ عندنا سيس، اون ا سي فوايل، عندنا ا، اه كاين ستة بصح اي نحسبوها معاهم، هي هي من اخوات الاو، داكوغ. فوالا صافي كوش قلنا ال ابوستروف نستعملوها كي تكون الكلمة مبدية بال اش، بالاش ساكنة. ايه وتاني كي يكونوا عندنا واش قلنا؟ الاش وال وال فوايل. عاوديها، مقتاش نستعملو ال ابوستروف كي تكون عندنا اش، ايه لي فوايل. برافو صح. دوكا لي، ال او اس، لي، لي كي يكون عندنا بزاف بلوريال، كي يكون عندنا بزاف، باغ اكزومبل لي ستيلو، لي ستيلو، مقتاش نستعملو لي كي تخلص الكلمه تاعنا كيسيبو في الكلمه عندنا الاس، الاس ولا نسيبو عندنا الاكس،
هكا يا الاكس، سوا نصيبوها هكا سوا نصيبوها هكا مكتوبه. هادو ما كامل هما الجمع، في الجمع عندنا الجمع. مفهوم ليليا؟ صافيك. انا عطيت لكم هنا لي اكزامبل لي زونفون، هم خلاصوا بالاس، كي خلصت بالاس معناتها كاين لي لي بلوريال. فوالا صافيك. واش قلنا واش قلنا واش عندنا كامل لي زارتيكل ديفيني؟ عندنا نقلبوا لكم الراس باش ما تشوفيش ما تغشيش. واش عندنا؟ عندنا ا نا. واش عندنا لي زارتيكل ديفيني كامل؟ عندنا عندنا لو 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 لا ايه ل ايه ا ال ابوستروف عاوديها ابوستروف ابوستروف عاوديها لي زارتيكل ديفيني سان لو ريبيت لا فراز ريبيت لا فراز لي زارتيكل ديفيني سان les articles les articles les articles les articles définis définis sans sans عاوديها les articles définis sans les articles définis sans le la les elle برافو. متى نستعمل لو؟ لو مفرد مذكر. ممتازة. لا متى نستعمل لا؟ مفرد مؤنث. أحسنتي. ومتى نستعمل لي؟ لا لي اس في الاس ات. فوالا. ومقتاش نستعملو ال ابوستروف كي يكون عندنا اش ايه لي فوايل. برافو. لي فوايل شكون هما؟ ا او يو اي اي. برافو اكسلنت.